في الحياة بنقول ما تعملش نفسك مش شايفني وانت طالع، لانك اكيد هتقابلني وانت نازل. ومعنى المثل ده يا سادة ان في ناس كتير لما ربنا بيديها منصب او جاه بتتعمد تجاهل الناس اللي بدأت معاها من الصفر، الناس اللي شافتها وهي لسه بتطلع السلم، الناس اللي عارفاها وعجناها وخبزاها من ايام البدايات الصعبة الكحيتي. لكن تعملوا ايه بقى لما تبقى الانصاص قامت والقوالب نامت؟ تعملوا ايه للدناوة وقلة الاصل والندالة مع اللي كان بيقسم معاك سندويتش الطعمية ويستلف منك الخمسة جنيه اول الشهر ويسددها لك بعد شهرين؟ وشوف بقى لما صاحبنا ده يترقى ويكبر وربنا يفتح عليه بمنصب او سبوبة، لما يقابلك هيقولك اهلا، ايه اخبارك؟ لسه برضو فرع الشركة الفيصل؟ تمام، ما خلينا نشوفك. ها بس ابقى خد معاد من السكرتاري واتكلم في الاول قبل ما تيجي، عشان بس عندي سفرية سريعة كده لندن وراجع بعد اسبوع. يلا سلام بقى، باي 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 زيدي باي. طبعا انت بعد المقابلة دي هيصعب عليك حالك وتقعد تغني الدنيا ماشية بظهرها وحطت عليا، وهتحس بالظلم والوتر وان الدنيا بتدي الحلق للي بلا ودان يا ابني. لكن قبل ما تلوم الزمن وتندب حالك عايز اقولك انك مالكش ذنب، انت مش غلطان وما قصرتش في حق نفسك، والراجل ده هو اللي مش شخص طبيعي ولا انسان سوي. لان الناس الحلوة المحترمة بتصون العشرة، ما بتتكبرش على الناس اللي بدأت معاها رحلة الشقة والكفاح. انت صح وهو غلط، انت كنت في حياتك سليم ومشيت على الطريق المستقيم، وهو اللي انسان ضعيف وما عندوش ثقة في نفسه وعاوز يستخبى من ماضيه ومن الناس اللي شافوه وعرفوه ايام الكحرطة، ها لما كان صغير. هي كده الدنيا، مرة كده ومرة كده، ما بتشوفش الضعيف اللي واقف مكانه. وانت لازم يكون عندك طموح، الطموح ملوش حدود يا عمورة. خليك انت كده قاعد في فرع فيصل، عمرك ما هتكبر ولا هتتغير، خليك في فيصل زي ما انت. هو ده التغيير؟ هو ده الطموح يا عبد عزيز؟ هو طموح انك انت تنسى اصلك واهلك وناسك وتبقى نادل ما عندكش مبدأ؟ لكن هتقول ايه وتتكلم مع مين؟ الناس اللي من النوعية دي ما بتسمعش، ولو سمعت ما بتتغيرش، واللي الندالة طبعه عمره ما يعرف الاحساس بالوفاء والعرفان، ولا يهتم انه يساعد او يقف جنب حد، خصوصا الناس اللي مدت ليه ايديها وهو لسه على اول درجة من سلم المجد والعز والجاه. اعوذ بالله من نق والقر على خلق الله. انت مالك يا اخي؟ واحد ربنا كرمه واداله من وسعه، عايز انت ايه منه؟ متضايق ليه؟ ما تسيب الملك للمالك يا اخي، عايزه ليه يبقى واطي بعد ما طلع في العالي؟ اعوذ بالله من اركم وشركم يا حاسدين الناس، مالكم ومال الناس مالكم. والانسان الند لو وقفته قدام مرايته وواجهته بندلته مش هيلاقي تبرير لتصرفاته، وهيعتبر انه عادي جدا لو داس على الناس وهو في طريق الصعود، وهيعتبر انك لما تلومه او تعاتبه على سلوكه انك حقد عليه، قال ايه وبتحسده كمان على اللي هو فيه. واهو زي ما بقول لكم كده، الندل هيفضل ندل ومهما حاولت ديله ما يتعدلش. النوع ده بقى من بني ادمين احذروه، تحاشوه، لانه غدار وملوش امان وما عندوش مشاعر وما عندوش قلب، والعياذ بالله. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحه برنامج كلمه ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمه ورد غطاها. ولغايه ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمه ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، اداء الفنان احمد صيام، اخراج تامر حسني.